عمل واحد وكمان على منصه دي نقدر نعمل اجتماعات. ارتفاع استخدام الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والعائدات المتوقعه من الاعلانات الاونلاين. خلال دراستنا الصحافه نحن ما كان عندنا اي معلومات عن شو يعني صحافه تعاونيه اصلا، يعني حتى خلال احتكاكنا وممارستنا لمهنه الاعلام ما كان عندنا واضح هذا المفهوم. بالورشه التدريبيه صار عندي علم كامل شو يعني الصحافه التعاونيه. باختصار الصحافه التعاونيه هي عباره عن تشارك وتعاون بين جهات، سواء افراد او حتى مؤسسات، مؤسسات اعلاميه ممكن تتشارك بانتاج محتوى. هل تحبوا نختار عشوائي ولا تحبوا نختار مين عايز يسمع المجتمع؟ مين عايز المجتمع. طيب تعال اول نشوفها، لو عملناها المجتمع هنتقسم بشكل عادي الازمه الاقتصاديه. احنا بقى بنحلل دلوقتي ايه على السياق الخارجي، مش بنتكلم على الصحافه كمجال، لا بنحلل البيئه المحيطه بالصحافه سواء من حيث تطور التكنولوجي والاتصالات او من حيث الازمه الاقتصاديه. كعمل اعلامي تعاوني مثل ما كنا عم نشوف الصحافه التعاونيه، ما عم نحكي تعاون بين الفئات، نحن ممكن نقعد على طاوله وحده كل واحد يشتغل بمؤسسه ضد الثانيه، نحن اصدقاء على نطاق شخصي، لكن نحن عم نحكي كعمل صحافي. بالنسبه للصحافه التعاونيه كان كثير فكره ان الموضوع انه مهمه بالنسبه لي كصحفيه بشكل شخصي، لانه عم نواكب احدث التطورات اللي فرضتها عم تفرض علينا الان الاجواء الحديثه بالمجتمعات الثانيه بالامم الثانيه، فكثير كان مهم انه نعرف شو هي الصحافه التعاونيه وشو انواعها وشو تحدياتها وشو مجالاتها. يكون في اتفاق على الديدلاينز، تواريخ نهائيه، ولازم يكون تواريخ نهائيه الاثنين يحطوها مع بعض. لما كنا نحن نتحرك كفريق كانت المؤسسات تسمع لنا اكثر من بقى لما نتحرك لوحدنا. اكيد كانت المؤسسات تقول والله انتم فريق، هي تسمع لنا. خلال عملنا في مساق شرف الاعلاميين السوريين ومن خلال علاقتنا مع المؤسسات الاعلاميه السوريه لمسنا انه في ضعف في التعاون والتواصل ما بين هذه المؤسسات، وكذلك الامر ضعف في التعاون والتواصل ما بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني. عيني مش على الدعم ده، بس أنا لو في مشروع بدي أقدم عشان يقولوا لي إيه دي حاجة في المشكلة عشان أتفاداها وأقدم التاني. استراتيجية وتخطيط وعدم يأس. أعتبر هذا الموضوع يعني موضوع ضروري وملح في مجتمعنا الحالي، أو بالأحرى في قطاع الإعلام السوري المستقل الناشئ، نظرا لعدم وجود مثل ما حكيت شراكات وتعاون ما بين هذه المؤسسات. اللي هي هل انا بلشت افكر بالتالي ما هي النتيجه؟ اتمنى صراحه انه يتم تطبيق فعلا نموذج الصحافه التعاونيه او فكره الصحافه التعاونيه باعلامنا السوري بشكل اوسع وبشكل اعمق.